طبعا الهدف المعلن للعملية أو لعملية بركان الغضب هو تحرير كل الأرض الليبية. نحن نتكلم بكل صدق وبكل أمانة على أن الحكومة الموجودة الآن في مدينة طرابلس أو التي تمثل العاصمة الآن وهي تمثل كل ليبيا، وبالتالي حكومة الوفاق هذه هي الحكومة الشرعية، وأن القوات المنبثقة عنها هي قوات شرعية. ومن أهم الواجبات تجاه أهلهم تجاه شعبهم سواء الحكومة أو هذه القوة هو بسط النفوذ على كامل الأرض الليبية. نحن نرى بأن ليبيا هي كل ليبيا من راس جدير إلى مسعد، وبالتالي المهمات العسكرية ربما تأخذ عملية مراحل، لكن مسألة فرض الأمن وبسط الأمن والسيطرة وإعادة ليبيا إلى وضعها الطبيعي هذه مهمة رئيسية على الحكومة الشرعية وعلى قواتها الضاربة في الميدان. بالتأكيد العمليات العسكرية منذ اليوم، أنا أقول لك وربما هذا الخبر للمرة الأولى أو أعلنه أو عن طريق القناة أو خص به القناة، في مدينة غريان الآن الشباب أبلغوني، ربما سيتم إرسال الصور لاحقا، أبلغوني بأنهم قاموا بالعثور على مخازن ذخائر كبيرة وكبيرة جدا كانت مخبأة في مدينة غريان. كان يحشد في الذخائر لحرب ربما ستطول، وبالتالي المخازن التي الآن تحت سيطرة قوة عملية البركان الغضب في 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 في, في مدينة غريان هي مهمة ومهمة جدا، سواء من حيث النوعية من حيث الكمية. هذا أولا. ثانيا، لعلكم تابعتم من خلال العواجل ما يحصل الآن من تصيد للقوات الهاربة والفارة من مدينة غريان أو من محيط مدينة غريان إن صح التعبير. مصطفى، لدينا العشرات من الـ من الـ من نعم سيد مصطفى. نعم. كان لكم تصريح قبل قليل، قبل أن ندخل إلى هذه الحلقة على الهواء مباشر، كان لكم تصريح بأن رصدتم هروب رتل أو انسحاب رتل كبير من ميليشيات حفتر الغازية من جنوب العاصمة طرابلس باتجاه ترهونة. هل لديكم معلومات حول هذا الرتل الذي أعلنتم عنه؟ بالتأكيد هذه نحن سيد محمد لدينا أدواتنا ولدينا فرقنا الاستطلاعية، لدينا مخابراتنا واستخباراتنا، لدينا عيوننا، لدينا أهلنا الموجودين في مداخل مدينة ترهونة المتعاونين معنا والذين لا يرضوا بكل ما يحصل. المعلومات المؤكدة والأكيدة بأن الكثير من القوات تم سحبها إلى مدينة ترهونة. أنا من خلال هذا المنبر أناشد أهلنا في مدينة ترهونة، أقول لهم انظروا ما حصل في مدينة غريان، نتمنى أن تكون ترهونة هي تجربة مكررة لما حصل في مدينة غريان. ما يميز معركة الأمس عندما تم تحرير مدينة غريان لم يقتل مدني، وهذه تحسب لقوات عملية بركان الغضب، ولله الحمد تم التحرير وتم السيطرة وتم هذا كل هذا الإنجاز دون أن تسقط ضحية مدنية من جراء ما هذا. ما نتمناه أن نرى ذلك في مدينة ترهونة، لأن القرار متخذ بفصل السيطرة على كل المنطقة وأن لا مكان لهذه الميليشيات في المنطقة الغربية بل في كل ليبيا. قبل أن أدخل، اليوم هو يوم الانتصارات ويوم الأمجاد، قبل أن أدخل دعني أقولها حصريا على قناتكم الآن. الوقت لم يسعفني بالتأكد من الكمية أو من العدد، لأن دخلت للاستوديو. عادة العقيد أحمد هاشم آمر المحور الجنوبي يقول لي يا رفيق، فأنا أقول بأن هذا الرفيق أحمد الآن يبلغني وانقطع الاتصال بأنه تم أسر العشرات من الجنود الهاربين من محاور القتال في اتجاه مدينة سبها، وبالتالي الآن هو حتى في أحد التعليقات في أثناء الحديث يقال قال لي نبو حافلات، يعني أين تم حافلات باش نقدر نروحوا بالناس. للأسف ما هم أعتقد والله أعلم، يعني لم أتأكد من المعلومة، لكن المعلومة الحقيقية هو تم أسر مجموعة، لكن أعتقد أن المكان ربما يكون في بوابة القريات أو الشويرف أو في هذه المناطق، لأن تمركز العميد العقيد أحمد هاشم وقواته في هذه المناطق. طيب. بالأمس كانت هناك عمليات نوعية في هذه المنطقة، اليوم قبل أن ندخل هذا الاستديو انقطع الاتصال، ربما التغطية مش ممتازة في هذه المنطقة، لكن أبلغني بأن لديه العشرات من الأسرى. نعم.